نتمنى تدخل عليكم هاد السنة وتدخل علينا وعلى جميع المسلمين بالصحة والهنا والعافية وبرفع الوباء يا ربي آمين. يمجي جيت نشارك معكم العشاء ديالي ديال راس العام، ولكن مفاجأة ماشي أنا اللي مطيبة، أنا راحة اليوم البنات البنات اللي غيطيبوا العشاء اليوم، وقالوا لي سيري ما تجيش لعندنا هنايا، جلستي انتي حدا ديك الطبلة اللي جالسة لي وبلاي شد علي بكم اليوم، ما غاديش ندوز هاد الليلة بلا ما نصوركم. وحدة هي كتوجد أختي في الطبلة، وحدة راه مخشية في الكوزينة، ما عرفناش كتوجد لينا. مهم البنات غنشارك معكم العشاء ديالي كما هو، يكون كما هو يعني قبلوا علي قبلوا علي البنات اللي بغا نشارك معكم العشاء ونشارك معكم طرديق ديال القنبول وكل شيء اليوم. ما كاينش تخزن شي حاجه، ما كايناش. المهم البنات بقاو معايا، نتمنى تعجبكم الامسيه، واللي عجباتو الطبله ديال البنات، واللي عجبات اللي عجبو هذا التقديم ديال البنات، نتمنى يدير اللايك وما ينساناش بالدعم ديالو الاشتراك وبارطاجي مع الاحباب ديالو وصحابو. وكنتمنى تدخل علينا هذه السنه الجديده بالسعاده وبالرحمه وبالهنا وبالشفاء العاجل لكل مريض يا ربي امين. هذا الشيء اللي كنتمنى، ويرفع علينا هذا الوباء يا ربي امين. ودابا البنات هانتوما كتشوفوا البنات راه موجدوا الطبله هانتوما البنات داروا لازانيا وداروا سميت خبيزات معمرين هكاك اختي على ذوقهم. انا والله ما دخلت للكوزينه الصراحه، ما شفتهم اش كيطيبوا، والله ما عرفت شنو كيطيبوا جراو عليا في الاول ملي كيطيبوا، ولكن عقبت خرجت قلت لهم تشوفوا واش ديروا، والله لا فلت لكم هذه الليله تنصوركم. المهم البنات داروا لازانيا كما كتشوفوا، بغيت نحط زعما انا راه بغيت نحط، قالوا لي جدك تحطي لينا حطي لينا، قالك فرقي علينا فرقي عليك هاد الطياب حنا اللي مطيبين، هي قلعت لي هانتوما البنات ولا هانتوما كتشوفوا. وما عرفت كنت فافره شاده التليفون بيت وكندير بيت. المهم داروا لازانيا وداروا هكا بطاطا في الفران، وداروا البنات هادو معايا مرات، وهذا هو العشاء المتواضع ديالنا. ما خزنت عليكم حتى حاجه البنات، بلا زواق بلا نفاق. المهم البنات هنايا وغادي نقدم معكم الحلوه ان شاء الله، الحلوه ديال راس العام راني درتها معكم قدمتها معكم في التصاوير ديالها. المهم هي هذه البنات، قلت مستحيل واش ما غاديش نقربها مع البنات يشوفوها كي جات من الداخل، واش غير الزواق ولا النفاق من الداخل ها انتم البنات خلاتها فيا ديك الزواق والنفاق واحد الوحده، الله يخليك بنيتي بارتي نهاية الا كانت تسمعني لا زواق لا نفاق والله الا خلاتها فيا ما بغاتش تحيد مني، كان فين ما بغيت نهضر كنقولها. ها انتم البنات الطورته ديالنا هي هذه، ومن بعد الامسيه غادي تشوفوا معنا القنبوله البنات. هذا الفيديو درته واخا يكون يتم منوع مش مشكل، المهم وريتكم كلشي بالتفاصيل ديالو باش تشوفوا القنبول اللي قنبلوا الناس قدام الديور ديالهم، مشاو لتا بلاصه يعني في هذا الحجر الصحي كلشي حابسينو. هذاك الشيء علاش هانتوما كتشوفوا البنات ها الطورته ديالنا كي جات رائعة الصراحة رائعة، غير بالمقادير بسيطة يعني كتوجدي وتحضري التورطة راقية تقدميها في عيد الميلاد ولا هكا راس السنة ولا عيد جواج ولا أي مناسبة أطلق ليها صراحة. مهمة البنات هكذا خذوا شوية زوقوا بالطريف اللي ما فيه والو، القنبولة البنات القنبول كنتمنى تعجبكم هذه الأمسية، وكنقول لكم سلام عليكم، الله يدخل عليكم السنة الجديدة بالصحة والرحمة والهنا يا ربي آمين، وبرفع الوباء، وقولوا آمين جميعا وسلام عليكم. نتمنى اللايك والاشتراك البنات ودعمونا في القناة، وشكرا في الفيديو القادم إن شاء الله. يلا تابعوا الأمسية بخاطركم، سلامة.